بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين. الحمد لله على نعم الله الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لاحظنا أنه الناس بدات يمشيوا للطبيعي، ولقينا دابا حاليا المعدنوس الناس تيقولوا أنه أحسن علاج للفشل الكلوي، وبداو تيستعملوا في حريق البول في الحالات الاستعجالية، وبصيلة ولات الأنتيبيوتيك لا في حريق البول، لا في التعفنات، لا في الحلقم، لا في الحساسيه، لا في لازم، لا في كثير من الامراض المستعصيه من الامراض اللي عندها علاقه مع لي مالادي دو سيستيم المناعه الذاتيه. وهكذا لقينا على انه النوع من المشاكل الصحيه تعالج. غادي نكتشفوا واحد الخير كثير كاين، هو انه تيجيو الناس اللي عندهم لا سكيزوفريني، تيجيو عندي الناس اللي عندهم لا فوبي، تيجيو عندي الناس اللي عندهم لا ديبرسيون، تيجيو عندي الناس اللي عندهم مع الاسف لي مالادي بيبولير. ولقينا انه هاد الناس هادو تعيشوا واحد النوع من المشاكل، واحد النوع من المآسي، واحد الحياه اللي فيها التوتر وما فيهاش راحه البال. اش لقينا؟ لقينا مني تنستطيعوا اننا نحيدوا المهيجات ونحيدوا المشوشات ونحيدوا كل حاجه يمكن على ان نطردوا بها هذا النوع من 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 الضغوط على جسمنا فيزيولوجيا وجسمنا من ناحيه التغذيه، فالدوره ما تبقاش دوره دمويه نشطه، تيمكننا نتخلصوا من هذا النوع من المشاكل. تصوروا طبيبه اختصاصيه جراحات استطعت على انها تخلص من التوتر ومن لا ديبرسيون في اقل من 30 يوم. علاش؟ اعطيتها اسلوب علاجي معين. اول شرط تنشرطوا في الحالات ديال هذا النوع من التوتر هو حيدوا المواد اللي تتبقى في الجسم تتهضم اكثر من 4 سوايع. شكون هي؟ المقليات تخصها 9 سوايع باش تهضم. شكون هي؟ عندك المواد اللي فيها اللحم الاحمر تيخصو 4 سوايع الفوق باش يطيب، اما لا قلينا ودخلنا في الزيوت وفي المروقات غادي خصنا اكثر من 4 5 سوايع باش يتهضم. وكذلك كل ما عنده علاقه مع الدجاج الرومي، كل ما عنده مع علاقه مع البيبي الرومي، كل ما عنده علاقه حتى الحوت الرومي اللي فيه كبر بالهرمونات، هادو تيخصهم اكثر من 4 سوايع باش يتهضموا. اذا لاحظنا انه تغذيتنا تيمكننا نختاروها بعيد عن المواد الحيوانيه. حقا ملي تيكون الانسان عنده فقر دم، عنده انهيار عصبي، عنده استيني الوهن، تنفضلوا نعطيو شويه ديال السمك، ويكون سمك فيه الشوك ويكون ابيض، وندخلوه في الفران، فران بعيد من الغازات، بعيد من الدخاخن، حيت الدخاخن فيه المونوكسيد ديال الديوكسيد دو كربون تيضروا بالامعاء ويقدروا يسبوا سرطانات كثرت الى استعملناه. لقينا راسنا تنديروا فران ديال الضو، وتمكننا نشويو هاد المسائل في امان الله وحفظه. اش لقينا؟ لقينا على انه هاد النوع من المواد تتبقى وخصها طول في الهضم، وتيخصها وقت باش انها تدوز الامعاء، وخصها وقت في انها تدوز الدوره الدمويه باش نستافدوا منها، تيمكننا نتجنبوها الا السمك الابيض الطاجين او مشوي. هذا جانب. الجانب الثاني هو كاين مواد اللي صراحه كل ما خديناها ما طيباش تستافدوا منها في نص الساعه الاولى، بحال خزو، بحال الفجل، الخضر الخضراء كلها، ثم الفواكه كلها تنعصروها 4 ساعة الأولى تنهضموا الماء، باقي المواد اللي هي بسيطة من أنزيمات، من هرمونات، من سكريات، من مواد مهمة جدا، تلقى راسنا أن تنهضموها في نص ساعة الأولى فتدوز الدورة الدموية وتستافدوا منها فائدة هائلة جدا. لذا حسيتي أنه مواد خضر فواكه ما طيباش 100% فائدة صفر بقايا، ما كاينش لي ديشي في الجسم. بالعكس هاد النوع من الخضر الفواكه ما طيبش حنا تنستعملوهم وتنلوحوا الزوائد لا سيلوليت، تنحيدوا الزوائد لي ميتولوغ، تنحيدوا الزوائد الوسخ والغازات اللي عندنا في الامعاء، تنحيدوا الزوائد كل المواد اللي تتبقى في المعده وتتخمرات وتعفنات تبداو تنطردوها. ولقينا راسنا على انه كل ما خدينا انزيمات في هذا النوع من المواد بحال في المعدنوس، بحال في الخص، بحال في خزو، بحال في الفجل، بحال في الخرشوف، بخصوص الخضر الخضراء، لقينا راسنا على انه تنطردوا الزوائد. اذا في نص ساعه تنستافدوا وتنطردوا الزوائد فتنخدموا جوج خدمات، تنقيه في القمه ديالها وتنخدموا تقويه الجسم في القمه ديالها. وهكذا
حتى نغديو جسمنا مواد صحيه جيده. تصوروا دابا بحث جديد كلفنا ناس البارحه انهم يوجدوا لنا من اربع اسابيع يوجدوا لنا فوائد الماء، وكل ما كان مغلي شنو الفوائد ديالو على الجسم. لقينا الماء تاع الروبيني كل ما غليناه 100 درجة وصفيناه لقينا القدرات ديالو في طرد كثير من السموم داخل الجسم وطرد القلق والتوتر قيمة عالية جدا. إذا اللي عنده القلق والتوتر ياخذ الماء المغلى كاس حتى لجوج مثلا مع 10 الصباح يكون فطر بواحد الساعة ونص ساعتين، وقبل الغداء بكاس كبير بواحد ربع ساعة، ومع العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ومن يجي ينعس عندنا تقريبا جوج ايترونس وثلاثة. الناس كلهم اللي عندهم التوتر تيمكننا نتغلبوا على التوتر بهذا الاسلوب، لان الماء الروبيني من جهه او الماء المعدني يكون افضل اجود ماء معدني. كل ما تنغليوه القدره ديال لونتي اوكسيدون القدره على طرد شيخوخه الماء ولي غادي كوليبر ثم تنشيط جسمنا وطرد السموم اللي فيه واخا لي غادي كوليبر، لقينا راسنا على انه تيمكننا نحققوا بواحد الشكل هائل الماء المغلى. وكل ما خدينا المعدنوس الخضار الخضراء خس في خرشوف مثلا، وكل ما خدينا الخضار بحال القرعه فيهم البيتا كاروتين، وخدينا مطيشه وخدينا خزو وخدينا القرعه الخضراء، كل ما هادو فيهم 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 دي زونتي اوكسيدون هائلين مزيان. وهادو لقينا راسنا على انه تيمكننا نحولوا كثير من القلق والتوتر اللي عندنا في الجسم هائل، بالاضافه الى تنقيه القنوات الدمويه، بالاضافه الى تدفق الدم في القنوات الدمويه وتوصل الدماغ وتوصل لا ميسكولاسيون ديالنا وتوصل كل خلايا الجسم، تربحوا راحه كبيره. وهذا ضامن كل ما الجسم ديالنا تيستفد القنوات الدمويه والخلايا تتغذى الخلايا تتلوح الوسخ اللي فيها. شوف الفوائد المتميزه اللي عندنا في الخضار الخضراء الطبيعيه. وهكذا لقينا راسنا على اننا تنطردوا التوتر بواحد الشكل خارق. اذا بين تغذيه سيئه تتهضم في قل في اكثر من 7 سوايع، وبين تغذيه جيده تتهضم في قل من نص ساعه، تنصحوا الناس يمشوا للخضار الخضراء والفواكه. وكل ما دخلنا لسعات النحل تنقصوا في جنبات الاذن وفوق الراس والعمود الفقري 7 تسعود النحلات يوميا لمده 3 أشهر متتابعه، نقدر نرتاحوا نهار الحد ما كاينش مشكل. وكل ما دخلنا الحجامه مع حجامه بالنوعين ديالها، حجامه دمويه تخدم على العمود الفقري كاس 7 تسعود مزيان يكون واحد متخصص باش يدير لك تحاليل على الفقر الدم، يشوف لي بلاكيت الا كاينين نازلين عندكم ديروا الحجامه ولي بلاكيت نازلين، ونشوفوا قدره الانسان على التحمل، نشوفوا الفيروسات واش كاينين بحال الهيباتيت تمنعوا الناس يديروا حجامه، او السيدا تمنعهم يديروا حجامه، كذلك حالات الكبد فالتحاليل الكبد هذو كلهم تعطينا فرصه باش الحجامه تتم بشكل صحيح وباش الحصاد يكون متميز وعلمي ومبني على اساس. وهكذا القراءه على ان الحجامه الدمويه عندها قواعد، الحجامه الجافه هما لي مساج على العمود الفقري من التحت حتى الفوق، لمن من تحت الفوق اليسر من تحت الفوق مع الخدمه على العمود الفقري والكتفين، خدمه على الامعاء دي مومون سيركولار حول لو كوردون بيليكال، هادو عطاو نتائج هائله جدا. انتم لاحظتوا كثير من الدورات التكوينيه احنا مستعدين نعطيوها لكم في هذا الاتجاه حتى توعوا الحجامه الجافه وتمعوا توعوا الحجامه الدمويه، وتناخذوا في حالات الاستعجال والتوتر تتعالج لاسكيزوفريني لوتيزم، كثير من الحالات ديال الفوبيا، الحالات ديال الديبرسيون، الحالات ديال القلق ما تعرفوش منين جاي يمكننا نضبطوه. وهكذا القاعده عندنا وغادي تلاحظوها كل ما مشينا الخضار الخضر وفواكه 100% بقايا صفر 100% فوائد صفر بقايا، وخدمنا على العصائر ما طيباش وخدينا لساعات نحل الحجامه، تيمكننا نعاودوا ننشطوا الجهاز العصبي. اذا لا ريفيتاليزاسيون ديال لو نورولوجيك، فالجهاز العصبي تيعاود يبني من جديد. حنا ضد لي ريفيرسيبيليتي، ما كايناش ايريفيرسيبيليتي، كان الا تكمش الدماغ ولا الجهاز العصبي كلا العصا تنعاودوا نبنيو من جديد. نجحنا في لاسكيروز اون بلاك، في لاسكيروز لاتيرال اميوتروفيك، نجحنا في ليزاتروفي سيريبرال، نجحنا في كثير من الحالات ديال الاكتئاب وديال لا ديبرسيون. اذا فهذه خير ميسر ومرحبا
الف مرحبا مع اي كونسيبو، طرحوا اسئلتكم، احنا مستعدين نتعاونوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.